أمال مشاهدينا في الخبر بقية خلال زيارته الولايات المتحدة لقاءات بين محمد بن سلمان وشخصيات ومجموعات أمريكية وإسرائيلية. قالت مصادر إعلامية إسرائيلية إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان التقى خلال زيارته إلى الولايات المتحدة بممثلين عن جماعات يهودية يمينية من بينها جماعات ساندت مشاريع إقامة مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقادت الحملة ضد حركة مقاطعة إسرائيل بواسطة جمع ملايين الدولارات لهذا الغرض. وذكرت صحيفة هارتس العبرية نقلا عن برنامج لقاءات بن سلمان أنه التقى مسؤولين لجنة أيباك التي تضم أقوى جماعات الضغط لصالح إسرائيل في الولايات المتحدة وفيدرالية يهود أمريكا الشمالية ومنظمة بني بيرث اليهودية المساندة لإسرائيل وغيرها. وكان موقع تايمز أوف إسرائيل الإسرائيلي قد تحدث عن لقاءات سرية شهدتها القاهرة بين مسؤولين سعوديين وإسرائيليين أثناء زيارة بن سلمان لمصر. صدفة ماكرة تلك التي جعلت تصريحات جنرال إسرائيلي تفضح لقاءات الأمير محمد بن سلمان بمسؤولين إسرائيليين تتزامن مع مسيرات يوم الأرض التي فتحت خلالها قوات الجنرال ذاته النار على مسيرات الفلسطينيين المطالبة بحق العودة. الجنرال غادي أزينكوت رئيس أركان قوات جيش الاحتلال أكد في حديث مع صحيفة معاريف ما لم يعد يخفى على أحد لقاءات ولي العهد السعودي بشخصيات إسرائيلية، آخرها كان مائير بن شبط رئيس ما يسمى مجلس الأمن القومي الإسرائيلي. إيزنكوت اعتبر أن تلك اللقاءات نتيجة طبيعية لتطابق مصالح دولة الاحتلال مع المملكة العربية السعودية، وأكد أن هناك تقاطع مصالح مشتركة لتكريس استقرار إقليمي، وذهب إلى حد الكشف عن وجود قنوات اتصال مستمرة مع ما أسماه محور الاعتدال السني. إلا أن تصريحات إيزنكوت ليست إلا توثيق لتفاهمات ليست وليدة اليوم بين سلطات الاحتلال وقادة السعودية الجدد تردد صداها في سبتمبر أيلول الماضي حين سرب الإعلام الإسرائيلي أنباء عن زيارة قام بها ابن سلمان إلى فلسطين المحتلة والتقى خلالها مسؤولين إسرائيليين. ويبدو أن هناك رغبة في رفع طابع السرية عن اللقاءات بالنظر إلى توالي التسريبات وكثافتها. موقع تايمز أوف إسرائيل كان قد أشار خلال زيارة بن سلمان إلى مصر إلى لقاءات سرية عقدت في القاهرة بين مسؤولين سعوديين وإسرائيليين. لقد تغير الواقع بما في ذلك التفكير بأنه لا يمكن التعاون بيننا بسبب القضية الفلسطينية. بهذه العبارات لخص إيزنكوت واقع الحال والمكان التي باتت تحتلها قضية العرب الأولى في مسيرة التطبيع مع إسرائيل. إذن لطالما تردد يعني في أكثر من تقرير ومعلومات عن أن هناك لقاءات سعودية إسرائيلية تتم ليس في العلن وموضوعها مرتبط بشكل أساسي في الوضع في المنطقة ارتباطا بإيران ارتباطا بالقضية الفلسطينية، خصوصا مع كل الحديث الذي تردد أيضا خلال الأشهر الماضية فيما يتعلق بصفقة القرن. وهذا الكلام طبعا يعني كان متزامنا مع ما شهدناه من مواقف أمريكية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بالقدس وبفكرة نقل القدس من موقعها والاعتراف أيضا بأن القدس هي عاصمة لإسرائيل. كل هذا الآن على ما يبدو أن الموضوع حسب ما سربته يعني هارتس نقلا عن الجدول الأعمال لولي العهد بأنه يلتقي فعليا عددا كبيرا من الشخصيات الإسرائيلية المؤثرة. للنقاش في الخبر بقية معنا من واشنطن الدكتور ويليام لورنس الأستاذ في جامعة جورج واشنطن ودي الدبلوماسي الأمريكي السابق. ويعني أريد أن أوجه إليك بداية سيد لورنس السؤال عن هذه اللقاءات برأيك، لماذا من وجهة نظر يعني السعودية يمكن أن تكون مفيدة؟ لماذا يلتقي بهم ولي العهد السعودي؟
هذا السؤال يتوجب بالطبع على السعودية الإجابة عنه. ولي العهد السعودي التقى مع فريق السلام إنجاز التعبير، وشملت اللقاءات جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي، لكن عملية السلام لن تذهب بعيدا حتى بعد هذه اللقاءات. الاجتماعات التي عقدها ولي العهد في نيويورك مع 6 منظمات يهودية منها آيباك هي لقاءات تقليدية عندما يزور القادة العرب الولايات المتحدة الأمريكية. عندما يريد القادة العرب التعامل مع واشنطن، عليهم التعامل مع المنظمات اليهودية. ليس المقلق هو هذه اللقاءات، ولكن المواضيع التي طرحت خلالها مثل وضع القدس وصفقة السلام المستقبلية. وتماما لهذا سألتك سيد لورنس عن يعني برأيك من وجهة النظر السعودية لماذا تتم هذه اللقاءات، لأنه كما ذكرت هناك وجهة النظر بأنه تقليديا يعني تتم هذه اللقاءات أو لخطب ود الإدارة الأمريكية لابد من يعني إظهار مقاربة معينة مع شخصيات إسرائيلية، ولكن هل هذا هو فقط عند هذا الحد يعني هذا الموضوع؟ لا أعتقد أن هدف الزيارة الرئيسي متعلق بهذه اللقاءات. ولي العهد السعودي يتمتع بعلاقة جيدة مع الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب وأيضا جاريد كوشنر، هذه العلاقات قائمة بالفعل. ولي العهد يحاول تغيير الصورة، صورة السعودية في الولايات المتحدة، وما قام به ولي العهد تقليدي ومعهود، لكن هناك انقسام عند اليهود الأمريكيين حول ولي العهد والرأي العام الأمريكي أيضا. سنتحدث أكثر يعني عن فكرة تلميع صورة محمد بن سلمان في الولايات المتحدة وطمأنة الأمريكيين لا سيما المستثمرين منهم لاحقا، لكن ذكرت أنه الأهم من اللقاءات مع الشخصيات الإسرائيلية هو المواضيع التي يتم تناولها. بهذا المعنى من وجهة نظر هذه اللوبيهات الإسرائيلية، أي صورة تريد أن تعكس لولي العهد السعودي؟ I think the main interest both for Israel and for Jewish Americans أعتقد أن نقطة الاهتمام الأساسية بالنسبة لإسرائيل والمنظمات القريبة منها تتعلق بالمواجهة مع إيران. هناك عدو مشترك والطرفان يعملان في نفس الإطار. أيضا الدعم المشترك لنظام السيسي في مصر، وأيضا صراعات الإقليم في الشرق الأوسط. إسرائيل تريد أن تواجه إيران، وكذلك الحال مع السعودية العربية. يعني برأيك أنه إن كان هناك من هذه اللقاءات هناك إفادة مشتركة للطرفين، بمكان ما من يستفيد أكثر أو من يستفيد من من في هذه اللقاءات؟ Yeah, I think that's a very good question. هذا سؤال جيد جدا. And it can be evidenced by the way everyone's talking about الجميع يتحدث عن حوار قائم بين السعودية وإسرائيل. السعوديون يحاولون التخفيف من وطأة هذه الإشارات. الإسرائيليين ربما يستفيدون أكثر من السعودية. السعودية تستفيد من بعض المساعدة التقنية التي تقدمها إسرائيل، وكذا الحال مع مصر. هناك شركات إسرائيلية تعمل في السعودية عبر شركات وسيطة يونانية، شركات تتعلق أو تقدم خدمات استراتيجية وتقنية. هناك تحالف استراتيجي يقوم ضد إيران.
طيب بما أنك يعني ذكرت أكثر من مرة الموضوع الإيراني فلنتحدث عن هذا الملف. يعني طبعا هذا الموضوع واضح يعني في مواقف كثيرة من السعودية ومن إسرائيل ومن كل اللقاءات الإقليمية والدولية، لكن لفت أنه هناك كلام كان واضحا لولي العهد خلال برنامج 60 دقيقة حينما سئل عن الملف الإيراني، قال بأنه إذا ما توصلت إيران لقنبلة نووية فنحن لابد أن نذهب في هذا وربما نكون أسرع منها في تحقيق ذلك. هذا الكلام كيف هو صداه في يعني الوسط الأمريكي؟ الأمر يعتمد على طبيعة الأطراف المعنية في الولايات المتحدة. السياسة الخارجية الأمريكية بشكلها التقليدي لا تتحمس وترفض انتشار الأسلحة النووية في الإقليم. الولايات المتحدة كما نعرف هي البلد الوحيد الذي استعمل السلاح النووي وهي ضد انتشار الأسلحة النووية، ولكن هذا هو الموقف الأمريكي المعهود. ولكن هناك أطراف أخرى تركز بشكل أكثر على إيران وأسلحتها، هم يريدون إضعاف إيران وأيضا مواجهة ربما كوريا الشمالية، وهذه الأطراف تريد إضعاف إيران عبر تقليل حظوظها في الحصول على أسلحة نووية مثل ما هي الحال مع إسرائيل. إسرائيل لديها سلاح نووي، ولذا فهذه الأطراف تريد احتواء إيران بطريقة أو بأخرى. طيب دكتور لورنس، معنا الآن في هذا النقاش انضم إلينا عبر الهاتف من عمان الإعلامي والناشط السياسي والخبير في الشؤون الإسرائيلية سلطان العجلوني. أريد أن أسألك سيد العجلوني، يعني طبعا هذا الكلام عن اللقاءات بين مجموعات الضغط الإسرائيلية واليمينية مع محمد بن سلمان، منها ما يتعلق خاصة بارتباطها هذه المجموعات بالمستوطنين وبدعم المستوطنات، ما يسمى المستوطنات بين مزدوجين الغير الشرعية، برأيك إلى أي حد يمكن أن تؤثر على ولي العهد السعودي، وإلى أي حد يعني هو مستقبل للمواقف التي تريدها منه؟ يعني بداية بأنه لا يحدث شيء جديد، ليس هناك علاقات بين الكيان وبين الدول التي تتسابق الآن بإشهار هذا التطبيع. التطبيع قديم، العلاقات قديمة. ألو، إذا يبدو سيد العجلوني أننا لن نستطيع. أكون هناك. سيد العجلوني لا يبدو أننا نستطيع سماعك بشكل جيد. سنتحول إلى دكتور لورنس. دكتور لورنس، هل تسمعني بشكل واضح؟ إذا يعني كنا نتحدث عن الموضوع الإيراني وكيف الأوساط الأمريكية باختلاف توجهاتها يمكن أن تتفاعل مع هذا الموقف، لكن أريد أن أعود إلى يعني الزيارة ولقاءاته مع اللوبيهات الإسرائيلية تحديدا فيما يتعلق بالمستوطنات. يعني هناك على جدول الأعمال لقاء مع بني بيرث وهي من أقدم مجموعات الضغط المدافعة عن يعني إسرائيل. إلى أي حد يمكن أن يؤثروا بالموقف السعودي، وتحديدا ماذا يريدون من السعودية؟ لا أعتقد ذلك. كل الجهود التي يقوم بها ولي العهد لتحسين علاقاته في واشنطن ربما لن تصل إلى حد قبول المستوطنات. هناك حديث يدور حول صفقة قرن مفترضة، وهناك دور ما ستلعبه المملكة العربية السعودية في هذا الإطار، ربما عبر توطين الفلسطينيين في مدن جديدة. ربما يلعب السعوديون دورا في هذا الأمر، لكن لن يغير رأيه إزاء المستوطنات.
طيب، تزامنا مع هذه الزيارة كان هناك مقابلة لرئيس أركان جيش الاحتلال، تحدث فيها عن مجمل القضايا الإقليمية، ولكن كان هناك تركيز على العلاقة بشكل غير مباشر عن السعودية وتحت مسمى التحالف مع الدول السنية، وقال بأنه يعني هناك تنسيق أمني استخباراتي مع الدول التي أبرمت معها اتفاقيات، ونعمل على اتفاقات سرية مع دول أخرى. برأيك هل نحن على وشك أن نشهد في القريب العاجل إعلان عن اتفاقية سعودية إسرائيلية؟ I don't think so. Obviously, if Mohammed bin Salman is لا أعتقد ذلك. سيكون مفاجئا لو حصل السلام بين السعودية وإسرائيل في هذه المرحلة. لن يكون حكيما لأي قائد عربي أن يقوم بمبادرة سلام لا تشمل الفلسطينيين. شهدنا في الماضي مفاوضات سلام لم يكن للفلسطينيين باع فيها، لكن بالطبع عملية السلام ترعاها الولايات المتحدة، وربما يكون للسعودية دور، وربما يجري التفاوض حول هذه المسألة، ولكن بدون الفلسطينيين لن يكون أي مستقبل لهذه الخطة. إذن على ماذا يستند آيزنكوت حينما يقول بأنه هذا أقرب إلى الحدوث، يعني أن يتم تنسيق سني دول السنية المعتدلة مع إسرائيل أقرب إلى الحدوث، لأن القضية الفلسطينية التي كانت في السابق تشكل عائقا لم تعد كذلك لتغير الظروف وتغير الوقت؟ حجر الزاوية في هذه المسألة هي كلمة سنية، دول سنية، المقصود هو تحالف ضد إيران وأدواتها في المنطقة، الحوثيون في اليمن وحزب الله في لبنان وميليشيات شيعية أخرى من حلفاء إيران، هذا التحالف السني إنجاز التعبير. ربما شهد ولادة أو انطلاقة جديدة في زيارة الرئيس ترامب إلى السعودية، لكن أنا لا أرى إجماعا بين الدول السنية للالتحاق بهذا التحالف المفترض. إذا دكتور لورنس، هذه المرة بالفعل انضم إلينا من عمان الإعلامي والناشط السياسي والخبير في الشؤون الإسرائيلية سلطان العجلوني. أريد أن أسألك سيد العجلوني عن، يعني نحن نعلم أن لقاءات ولي العهد السعودي وزيارته كلها هي يعني بجزء كبير لتحسين صورته وزيارة علاقات عامة، جزء كبير منها لقاءات شخصيات يمينية إسرائيلية. هل برأيك هذه اللقاءات ستخدم تلميع صورته أم العكس؟ يعني أنا بدأت بالقول عبر الهاتف إذا وصلكم أن ما نراه الآن من فعاليات التطبيع المعلنة الرسمية هي فقط، نعم، القليل وهو فقط المعلن. العلاقات قديمة قبل تأسيس الكيان وقبل تأسيس الممالك الموجودة الآن، العلاقات أقدم من ذلك بكثير. يعني أريد أن ألفت انتباهكم إلى أن الحكومة الإسرائيلية نشرت قبل أشهر فيديو بمناسبة 100 عام على وعد بلفور، تحدثت فيه عن علاقات قديمة بين الحركة الصهيونية والوكالة اليهودية وبين مؤسسي الممالك في المنطقة العربية، سواء الهاشميون أو الآل سعود أو غيرهم. العلاقات قديمة جدا والاتفاقات قديمة جدا، بدأ يظهر منها قليل للعلن. يعني نتحدث الآن عن مثلا العلاقات السعودية الإسرائيلية، لماذا لا نذكر العلاقات التي كانت في سنوات السبعينات والتي قاد الحوارات فيها مدير المخابرات السعودي آنذاك؟ لماذا لا نتحدث عن دور الجنرال السعودي أنور عشقي في التطبيع وفي تقريب العلاقات؟ العلاقات ليست فقط مع السعودية، تقريبا جميع الدول العربية الآن وخاصة في دول الخليج كانت في مرحلة من المراحل بعلاقات حميمية مع الاحتلال، ظهرت إلى العلن في فترة التسعينات بعد اتفاق أوسلو. بعضهم تراجع أو خفف الوتيرة كقطر مثلا، بعضهم لم يظهر عنده شيء علني كالكويت،
ولكن الذي تتفق عليه مجمل الأنظمة العربية هو أن وجودها شرعيتها ليست من الشعوب وإنما من مدى خدمتها للاحتلال ومدى تقديم خدمات لصالحه من أجل إرضاء من يحافظ على كراسيهم ألا وهو الولايات المتحدة الأمريكية. هذه العلاقات، عودة إلى سؤالك، هذه العلاقات التي الآن نرى جزء منها هي كما تفضلتم هي علاقات، يعني حملة علاقات عامة. المستفيد الحقيقي منها هو فقط الاحتلال، والاحتلال يريد أن يأخذ المزيد ولا يعطي أي شيء. يعني سابقا كان مثلا في المبادرة العربية كان هناك مشروط العلاقات مع الاحتلال، التطبيع مع الاحتلال مرتبط بتقدم في المفاوضات مع الفلسطينيين. الآن لم يعد هذا الشرط قائما، الآن فليذهب الفلسطينيون إلى الجحيم في نظر هذه الأنظمة طبعا، ولتذهب القضية الفلسطينية إلى التصفية، ونحن نريد أن نثبت أنفسنا على العروش من خلال المزيد من الخدمات للاحتلال، من خلال المزيد من الانبطاح للإدارة الأمريكية التي باتت تذلهم علنا وتعريهم حتى أمام شعوبهم. طيب، ولكن دكتور لورنس كان يتحدث عن أنه يعني نظرا للمحاولات السابقة والاتفاقيات السابقة، أي مفاوضات لم يكن للفلسطينيين دور واضح فيها أو مشاركة واضحة فيها لم تكن لتصمد، وبالتالي هل التقارب هذا السعودي هو يعني له سقف معين ولن يكون بالمطلق كما ربما ترغب به إسرائيل؟ يعني الفلسطينيون يجب أن نميز بين الفلسطينيين، بين الشعب الفلسطيني وبين القيادة التي اغتصبت قيادة حركة فتح ثم اغتصبت قيادة الشعب الفلسطيني باسم حركة فتح. أتحدث عن محمود عباس ومجموعته. هذه القيادة والغة في كل مخططات التصفية، وليس عند يعني عندما يعلن علنا ما يسمى بأنه رئيس فلسطيني أنه لا يريد أن يعود ويتخلى عن حق العودة وأنه ضد المقاومة وأنه يحمي الاحتلال وأنه يحرص المستوطنات. ولكن أيضا يعني أي قيادة أيضا أنت تشير إلى جزء من المواقف تركز عليها، ولكن أيضا هناك من يرى أن يعني القيادة الفلسطينية والرئيس عباس على العكس هم رافضون لكل ما يحكى عن تفاصيل بصفقة القرن وكرروها كذلك. لكن عموما لنعود يعني إلى لب الحديث، هل برأيك السعودية لها سقف في يعني التقارب مع إسرائيل أم لا؟ لن يبقوا رافضين، لن يقولوا لا لأمريكا. بالنسبة للسعودية نتحدث. لا أعتقد أن القيادة، عفوا، أتحدث عن يعني السعودية موقفها، هل له سقف معين بهذا التقارب مع إسرائيل أم لا، بصرف النظر عن يعني مواقف السلطة ومواقفك من السلطة؟ لا، ليست مواقفي، أنا أتحدث عن حقائق. لما أتجنى على الحقيقة، لا السعودية ولا أي نظام عربي قادر على أن يقول لا لأمريكا. الذي يستطيع أن يقول لا لأمريكا هو فقط الذي خرج من رحم الشعب والمدعوم الذي يحميه الشعب. لا أعرف نظاما عربيا واحدا يحميه شعبه. لذلك لا يوجد أي نظام عربي على الإطلاق بدون يعني بدون مجاملة، لا يوجد نظام عربي واحد يقول لا لأمريكا، ومن ضمن طيب. السعودية وهذا الآن وخطوات التطبيع التي تجري الآن في السعودية ستسبق كل ما رأيناه سابقا في مصر أو في الأردن أو في سواهما. طيب. الآن سيد عجلوني فقط باتجاه التطبيع مع الاحتلال، وغدا الآن نرى خطوات سياسية، قريبا جدا سنرى فتاوى شرعية أيضا. طيب، قبل أن أعود يعني إلى دكتور لورنس، فقط أريد أن أتابع معك نقطة ذكرها، وهو أنه يرى بأن إسرائيل أو المسؤولين الإسرائيليين يتعمدون الإشارة إلى يعني التحالف السني الإسرائيلي أو التقارب السني الإسرائيلي. برأيك لماذا؟ ومن يقصدون تحديدا بها غير ما بدنا نتعارف عليه الدول السنية المعتدلة بالإشارة إلى السعودية؟ يعني هل هناك مقصد آخر من ذلك؟ يعني واضح الآن أن هناك حلفا معلنا يشمل الكيان طبعا، ويشمل الأردن ويشمل مصر ويشمل السعودية والإمارات والبحرين، حلف معلن لمواجهة ما يراه هؤلاء المتحالفون خطرا عليهم،
وهو حركات المقاومة السنية كحماس مثلا، والبعبع الإيراني الذي أوجدته أمريكا لتخيفنا به ولتحصل، وطبعا إيران تساعدها في ذلك بممارساتها واعتداءاتها وعدوانها علينا. يعني هذا تبادل أدوار، وهذا تكملة أدوار عفوا. أمريكا تخيفنا بإيران من أجل أن تدفع الأنظمة العربية إلى المزيد من الانبطاح والمزيد من الإغال في المؤامرة ضد هذه الأمة، وإيران ليست بريئة من ذلك. إيران هي التي تعطي الغطاء لهذه الأنظمة العربية من أجل أن تركض نحو الحضن الأمريكي، ولن تحميهم أمريكا من إيران ولن تقف معهم حتى ضد شعوبهم. طيب دكتور لورنس، قبل يعني أن نصل إلى ختام هذه الحلقة، كنت أشرت بداية إلى يعني فكرة تلميع صورة محمد بن سلمان، أيضا في مقابلته ببرنامج 60 دقيقة حينما يعني سئل عن العائق لوصوله إلى العرش وليصبح ملكا، قال لا شيء سوى الموت يعني يكون عائقا. هل هذا يطمئن المستثمرين الأمريكيين، خصوصا وأنه يريد أن يعني يطمئنهم بعد الحملة التي يعني شنها على الخصوم سواء في السياسة أم من العائلة؟ No. كلا، أعتقد أن رجال الأعمال الأمريكيين يرون مخاطرة سياسية متعاظمة في السعودية، المملكة متورطة في الحرب في اليمن وحصار دولة قطر. السعودية أخطأت كثيرا، والمستثمرون الأمريكيون يشعرون بالقلق. ودعيني أيضا أن أقول أن محمد بن سلمان ليس في أمريكا لأن واشنطن طلبت منه أن يحضر، هي مبادرة منه. ولذا من الممكن لقائد عربي أن يقول لا للولايات المتحدة. أمريكا لا تتحكم بكل شيء يحصل في الشرق الأوسط، ولا يمكنها أن تجبر رجال الأعمال على الاستثمار في السعودية. هذه مسائل اقتصادية، وعلى السعودية إقناعهم بذلك. شكرا جزيلا لك دكتور ويليام لورنس، الأستاذ في جامعة جورج واشنطن ودبلوماسي الأمريكية السابق. وأيضا أشكر من عمان الإعلامي والناشط السياسي والخبير في شؤون الإسرائيلية سلطان العجوني. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام للخبر بقية. شكرا جزيلا على المتابعة، وإلى اللقاء في بقية خبر جديد.